ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اشتكى عدد كبير من مستخدمي تطبيق الواتساب من عطل طال التطبيق صباح يوم الأحد، وتداول مستخدمون من بلدان مختلفة تدوينات تشتكي من خلل معين في تطبيق الواتساب المجاني والمملوك لإدارة الفيسبوك منذ الساعات الأولى من صباح يوم الأحد. اتعذر على مستخدمي التطبيق إرسال الصور ومقاطع الصوت والفيديوهات، بينما يمكن إرسال النصوص فقط. وأطلق مستخدم التطبيق من عدة دول في أوروبا واسم واتساب داون. وقالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بعد ظهر يوم الأحد إن العطل أصبح أكثر تأثرا في أوروبا. وكشفت من جهة أخرى تعليقات وتدوينات المئات من مستخدمي التطبيق المغاربة الاستياء الواسع من العطل المذكور. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.